السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. كيف حالك يا شيخ؟ حالي طيب الحمد لله. كان عندي بس استفسار بسيط في آية في سورة البقرة، يقول الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. طيب كلمة آبائك هنا يعني يطلق على الجد أب. أنت أبوك مين في النهاية؟ أنت ابن آدم ولا اصبر، أنت ابن آدم ولا ابن مين؟ نعم. مش أنت ابن آدم؟ نعم. وآدم مش أبونا المباشر للصلب؟ يا بني آدم كلنا أولاد آدم، فيجوز نسبة الرجل لجده. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم. ملة أبيكم إبراهيم. نعم. فيجوز إطلاق الأب على الجد البعيد. تمام. شكرا.